بسم الله الرحمن الرحيم قدبة برامج كاردي كوهينا نوحا كمدا رئيس الوزراء إسرائيل أو سيطوسة إيران أغو إذي دقينتي مانتي للبراك سدي غريقيسة ويرركاس أو حزب الله أي شيغتي إسرائيل وحي كسيفايسي إسكو دي دل أو لغو قارجيني نتياهو دغالي هنده فلسطينيين تا أو دردر قليي ويررد كبنكا عيدك الدولانكا يدو ملتريغا إسرائيل لاي قرتين أسكر هور له أو لغاقدي لي دغالذي قد بيهي كان عاي مريكا غزة حزب الله maantay oo kaliya 150 gantaal ayay ku duqaysay gudaha Israa'il dhimashay dhaawa burbur iyo cabsii ayaa ka dhacday halkaasii Iran waxay shaacisay in wada hadal kula jirto ururka Hamas qodobadan iyo warar kale iyo faraqeynti iyo warar degdeg ah ee soo kordha ayaan idin kugu soo gudbinaynaa maxamed maxamed cadde oo wararkan isha ku haya ayaa qadka ku jira maxamed aan ku bilaawno qodobada wararka ugu waaweyn ra'iisul wasaaraha Israa'il ayaa sheegaya waxa uu ku tilmaamay ana sir ka tirsan إيران إن إسكو ديان إن خارجيان أساق إيا حاس كيسا أيقو قولي كيسا قصرية كوية لا لالبك سدي ديارد آن دولي لحين أرين تاسن واحو كوشيه إن إتاي مهل كدعوين إيا خلط وحاسد وكلا وشيه إسكو ديقا إن لخارجيو إن 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 عبسي قلين دولين إسرائيل نايسي ودونت دقال كيدا وعاكلا وشيه وحان أشيه يا إيران إيو ورغضك عن سار كرره إن أي إد هديئة وحيالان كتر سن مؤدنين إسرائيل إن أي غيمة حيوغ لغو فريسانيس إسرائيل وحاو كشيغي إن أي غاري دونتو لما نحدف يدي أي دقال كالاحيد بدر دونتنا حقيقة أمان إي كجر تقوال كباريغة دحي جيلش صوصة على وصيدو هذا القول لغاية لنا عكالي ورجيس كاف كدار مرايكن كسب بها اللي رادا ذا وول ستريت جورنال يا سوحي كتي قار كم اذا ماذا سرت اسرائيل وحقي جنيا يا رد ان نوري على هاي يرك حزب الله اي استعمارا ان اي مدى مركي اينا حزب الله هاودا اسرائيل اينا كسو سيدين ديار داسي ان هاد هوست لغا حريقيو إسرائيل إن اللي بعتك كلا كل ما يصف سيدا أي ديارة سندوري على هاي سرعة عابين هاي يا حس سينوار مدحي إذا ماذا مدحي حفيز كسياسة أورك حماس خارج انتيس وحموغتا إن دقاري هندا إسرائيل أهل كانوا عليه دقاري هندا فلسطينيين تين يدردر قليين دقار كأكدن كإسرائيل كتاب الغسام أي قوة رمية إن أي لغت تانجي أو نوع عمر كافد اللو يغانو أي قنطال لدعين قراحيانا أي لبك صدين يغو قصبنا ديگان كلي غادو تال الزتار وكي على باريغ حرادة قحوتيغ جباريا أي وغويغ مريكا غسا سرعي قدس أي أيادنا هلقا أنكو عريو موتوين كلي غادو القدس أما دقاليهانا دا القدس أي أيادنا الشاقي إن أي ديارات نوع درون كاو إسرائيل لا دهي أي ما ملكي ده لو ريجين يدو حك أولوني سي مجال ده غزة سرائي قدس أي أيغان الشيغة يانا برترومات سدان لو التانجو إسرائيل لا دهي أمري القصة السيد ديغان كلي رهدو سيدو كلا ديغان يهانا ده القدس أي أيغان حقيجي إن أي قرحيان باورت قفلن الملتريغ إسرائيل ويسكو ديجيين يكسو بدان ديجان كا مسجد كا مسعب بن عمير بريغا حافظ السيتون مغالا دا غزة كتا الله برتماها مريكا غزة يو برتماها حلالا قحوتيغا جبالية اي وغويغا مريكا غزة لانكا كالي ملتريغ إسرائيل ايا شاقي ان لبا أسكري لوغا ديلي وغويغا مريكا غزة iyadoo aan faahfaahin dheeraad ah ka bixin Hizbullah ayaa iyadana dhankeeda sheegaysa inay gantaalo la beegsatay deegaano ku yaala waqooyiga Israa'il oo ay ka mid tahay Dashon Hizbullah ayaa sidoo kale sheegaysa inay gantaalada ay la beegsatay askar Israa'iliyiin oo isku soo urursanayay deegaanka Zarit ee ku yaala waqooyiga Israa'il waxay sidoo kale duqayeen magaalada Safed
oo ay gantaalo xayn la dhaceen waxay kala xisbullah tilmaamaysaa in ba tilmaameedka oo ahaa askar Israa'iil isku soo urursanayay erida Fatima ku taala koonfurta Lubnaan magaalo ku taala oo yiraahdo Kafr Qila waxay la dhaceen hubka loo yaqaan difaaca goobta ama altabariga Hezbollah ayaa waxay kala sheegayaan inay gantaalo xayna la dhaceen askar isku soo urursanaysay deegaanka Aayta Ash-Shacab ee ku taala koonfurta Lubnaan waxay kala sheegeen in ay gantaalo xayna la dhaceen askar Israa'iiliyeen ku sugnaa Beyt al-Hilal xerada askarta la yiraahdo iyo xero kale oo la yiraahdo Najar tugayna Israa'iiliyiinta u geysteen meel ka baxsan magaalada Beirut koonfurteeda ayaa waxaa la sheegay in ay soo saareen inta aynan weerarkaasi qaadin digniin ay dadka deegaanka leeyihiin waa inay ka guuraan ama ka baxaan deegaankaasi Hezbollah ayaa ayadana ku jawaabtay gantaalo ay la beegsanayso goobaha ay Israa'iil ku sugan yihiin oo ay la beegsanayso gaar ahaan xarunta ciidamada sirta iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil ee ku yaalla magaalada Qaysariya warbaahinta ayaa sheegaya in qaraxyo isdaba jooga laga maqlay xariiq oo ku taala koonfurta dhawaaxiga magaalada Beirut kadib markii ciidanka cirka Israa'iil ay diyaarado diyaaradaha militariga iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay weerar ku qaadeen deegaanadaasi qiiq ayaa laga arkayay isagoo ka kacaya koonfurta magaalada Beirut taasna waxay daba socotaa duqeymihii saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay ay Israa'iil ku qaadaysay magaaladaasi militariga Israa'iil ayaa sheegay in goobaha ciidanka sirta ee Hezbollah ay hub ka dhigtaan isla markaasna madaxtooyada u ah ee koonfurta Beirut inay baaqsadeen bartilmaameedkan uu ahaa deegaanka ay ciidanka sirta ee Hezbollah ka howlgalaan weerarkaas ayaa waxa uu qayb ka ahaa sida ay Israa'iil sheegayso dadaalada lagu baaqsanayo goobaha hubka uu ku kaydsado ururka Hezbollah iyo warshadaha uu ku sameysto wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchi ayaa sheegay inuu wada xaajood la yeeshay xubno ka tirsan xafiiska siyaasadda ururka Hamas waxayna ka wada hadleen xaaladda marinka Gaza wada xaajoodyada la xiriira xabad joojinta wuxuuna carabka ku adkeeyay wasiirka arrimaha dibadda Iran in Hamas ay weli dagaalamayso awood ballaaran leedahay kalsooni iyo dulqaad badan ay leedahay welina waxaad moodaa inay tahay xaqiiqad dhab ah oo aanan la iska indha tari karin ama aanan si sahlan lagu burburin karin warbaahinta reer galbeedka ayaa soo xiganaya wasiirada arrimaha gaashaan dhiga ee dalalka xubnaha ka ururka loo yaqaano G7 oo dalbanaya Iran inay ka baaqsato in ay taageerto ururka Hamas iyo ururka Hezbollah iyo ururka Xuutiyiinta iyo ururada kale waxay wasiirada sidoo kale ugu baaqeen ururka Ansaarullah ee Xuutiyiinta in ay si degdeg ah ku joojiyaan daldalgelinta tallaabooyinka military ee qaadayaan ee sii kordhinaysa xasilooni darrada gobolka Bariga Dhexe isla markaana inay si degdeg ah ku soo daayaan markabka weyn ee la yiraahdo Galaxy ee hore ay u qafaasheen sida hadalka loo dhigay iyo shaqaalihii ka shaqeynayay ururka G7 wasiiradiisa gaashaan dhiga ayaa xaqiijiyay in ay taageersan yihiin ciidamada golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay u soo direen waddanka Lubnaan ee UNIFIL la yiraahdo iyo ciidamada Lubnaan inay xaqiiqsadaan xasiloonida iyo ammaanka waddanka Lubnaan xafiiska qaramada midoobay ee isku dubaridka arrimaha bini aadanimada ee falastiiniyiinta ayaa xaqiijiyay in Israa'iil ay ka hortaagan tahay in ay soo gaaraan kala bar gargaarkii koloniyada ahaa ee loogu talagalay Gaza waxaana muuqata howlgallada ay Israa'iil wado ee ka dhanka ah deegaanka xerada qaxootiga ee Jabaaliya ee waqooyiga marinka Gaza
إن أي تهاي أقل حرم ميلتريجا وركل العالم كوه حكمي إن إذا كبدا أي لرطوس سمين يان أو أي كم ديهين ودمدا إيران روشكا عمان وحانا سيدو كلا كل جوكتين يا سقال دل وحاونا لرطوس كاس قبل أودي بدوين تهندية سيدو لغو شاقي متكمي دا ورباهين تا ودنك إيران لرطوس كان اللو بحيي إمكس لبكون أفري لباطن أيا لغو قولي هاي إلا دردر قريو أمانك قود قبل كبريغا دحي سلامر كان لغو بلاريو إسكاشيغا ودمدا بدن وحانا لغو صوبان ديجي أود إيو سيدي لغو إلان لحانا بدا إيو صاحب تنمي مدا إيو أمانك إيدا مدا بدا سيدا لغو شاقي والباهين تغدنك إيران والباهين تشينها أيها كوة رميزين مدحوين الشي جي بين إن أو كورنير كتغي ويتدا كترسن إيدا كملتريغ الشينها وقابرسن حقا قانتالدا وحونا كدل باي بوتاداسي اني دبدل قليان عبسي قلنتا ايو اسو ديار قروينتا حول قلادا انتيو كورمير كجر الشي ايا وحا او سيدو كلا كدل باي ايدا مدا قابلسان قانتالدا استراتيجيغا ان اي قتان واجبات كودا وكو اميني حسبيغا اي شعبك ودنك الشينها سيدا لغو شاقي وكالدا وررك ودنك الشينها اي شنواع ولكن ودنك شينها أقابلسان حق قنتالدا أيا انت بدن استعمال قنتالدا عادي يكوى النوكليارك وحينا هوش وضعتهاي إن العصرية أود إذن حق النوكليارك ودنك إيران مركا لفيريو إسبدالدا كالسعودة إيو دردلقلينتا ودنك مريكنكا حق الدفاع إيسا قنتالدا إيو حق لصعشدا awoodaha kale iyo xoojinta xulafadiisa wada markana daawadayaal wari waxa la socotaaki wararka caawa maxamed aan ku bilaawno een duqeyntan aan ku bilaawno saaki lala eegtay guriga raysal wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu een waan arkayna in wargeyskan Wall Street Journal ku soo xiganaya qobrada sheegaysa Israa'il in uu caal weeyday een diyaaradaha drone iska maxay arintan uga macno tahay Israa'il oo haatan isku taageysa Iran oo leh waan weerareyna wararka soo baxay dhan waxay tilmaamayaan in hub cusub oo aan hore loo ogeyn oo xagga gantaalada markay jimaado iyo xagga diyaaradaha aan dowladaha lahayn in ay ururka Hezbollah hawlgelinayso Scott Ritter oo khabiir ah ayaa waxa uu sheegay in Israa'il dagaalkii ay bilowday 3 toddobaad ka hor inu umuqdo inay maareen laadahay safka hore ee dagaalka tilaabadan cusub ee la beegsanayo ee ra'iisul wasaaraha Israa'il oo lagu tilmaamay in aanan waxba maqleynin hadda waxa muuqata in uu iska dhaafi doono in uu ka howlgalo xafiisyo banaanka ku yaala ama dhulka oogadiisa ku yaala waxa ay noqonaysaa wixii hadda ka dambeeya inuu dhulka hoostiisa ku sugnado tan kale wararka soo baxay dhan waxay tilmaamayaan diyaaradda duuliyaha lahayd inay hudhud la yiraahdo macluumaadkii ay ka soo ururisay saldhigyada militariga ee Israa'il iyo xarumaha muhiimka ah oo uu ka mid yahay guriga Netanyahu oo 70 kilomitir masaafo lagu sheegay u jira xuduudka koonfurta Lubnaan waxa ay muujinaysaa in xirfadda iyo aqoonta iyo qalabka iyo gacanta Hezbollah in mar marka dambeysa ay sii dheeraanayso waxaa intaa dheer oo aanan afka lagu ballaarinaynin askartii safka hore ku sugnayd in ilaa iyo hadda ay maareen laayihiin iska caabinta ururka Hezbollah duqeynta iyo marka la fiiriyo khidmadda in ciidanka Israa'il ay culays badan ku tahay dagaalka xagga lugta waxa kale ayadana la isla dhexmaraya Netanyahu dhowr goor ayuu weeraray mas-uuliyiinta ururada Hezbollah iyo Hamas hadda waxaa la joogaa markii la beegsan lahaa dhinaca
إسرائيل وحنا موقتة إن دفاع إركا إسرائيلية إذن كإركا أي شيء جيان إن إنن مارين كرينين إسكتفاع إدا جنت على بس أما ديارها عندوري هرعين أنت أمريكا لقى جدبو وح أيضا الصوت رتي أو صول نغنيسا إن دت بدن إسرائيل ربان إن إكاك حان أو ربورد أي سفينهين سواها كينا يعني تاي أمانكي أو فراها كسي بحيا حزب الله وحي إسرائيل مركا يحيي السنوار ديشت حزب الله أورك حماس واسكول أحد أدنيا لكن هذا الكي أجيدي خليل الحي أي وحا أي موجيسي إن أون كدوانين لقالك سراكيش كجرتا ونا مري جدكي أي ملحدي هراء حماس أي مرين شهيدنا وياي كنا تاقنانا يان هدفكي إيو وضدي أجاحي وحانا موقتا إن وحي كدن بيهي ديلك يحيي السنوار سيدا جيسي نمدا أودا قالمي سيدا جيسي نمدا أنا أودنتي إن أي موجين إيسو حزب الله دن كيدا حماس دن كيدا إن الدقار كتبدر جلس وحا أيادنا وراها اكس ليرادو وراي تويتر كلو الانجري اسلو وريقيسا ودام بدن اوقعك كترسن ان دادك اي علوش ودكو قرسن لا ايهين ان اي اسرائيل تاقيريان واقرت واي واحد واحد حستي ان سلم موقتا حماس اي دردر قليسي وارده الا ان تيبي تيبي كرتا مركا حماس يحيى سيوار حماس سيدا اي اشقايسو مسؤول كي مالك بحا وهو مسؤول كلا ايه لغو بدليا انك استو بريها اندن بقى حيلاش سبرتين ورد اسكا عابنت ودا سي ان هدف اي يمن لوسينين اسرائيل او بلان غادي ان هجامية كستا اي باكساني سا اما درس يحيا سنوار انتي وسو شغين كروا سو شغي صدح الى وطن سنة حبس ايو كجري هل جنكي وصوب بالعربي واحد مودا إنه جد كيس كنت أغني هاي حماس إنه يكجو عن تاي إنه يكجو عن تاي إن أي بقعد كستا أو كم دا كل كفلسطينيين تا إنه يكجو عن تاي إنه كحرينيا إسرائيل سيدا خبير رضا رجال قلبات كهذا الكل يجيان واحد كستا أو كران كيدا أواز زميسي سي أي أبرك إن لهاي فلسطينيين تا كوسو كان مرن كغزة لكن تبر إيتاك مركز لغو قد بعيدن كيدا عرتا ولي واحد مودا إن أي مارين لأيهين ماليه ودقال قبل وضي وحانا موغتا حدا إن أي أسو إكتين غوبها سامفرياشا كشغين أيان يغوبها دادك براك عياشي جوغان إن أي لد بتاقينيهين دقين مداما أينو نوبا بعد إيقا كرينين سيدا هذا القرار إيقاي دقال يهان ندان بناك أتاقن ومارين والبحرفات عصب iy farsamo cusub la soo baxaya waa gartay waa yahay dhanka Iran aynu aagno wadamadan G7 inay Iran ugu cagajugleeyaan waa inay joojisaa taageerada aasiyaneysid Hezbollah iyo Hamas maxay ka dhigantahay taas iyadoo aynu ognahay Mareykanka inuu 100 askari geeyay Israa'il iyo nidaamka difaaca marka macnaheedu waxay tahay anigu waxaan rabaa taageeri karaa wani wa Jarmalkana waan arkaynay Olaf Scholz ra'iisul wasaaraha Jarmalka oo Britaniga doona Ankara inuu leeyahay ma joojinayno taageerada aan siinayno Israa'il marka dhankan waxa mooda inay tahay maroodigii takarta saaray maroodigii kala ka hadlay wadamada reer galbeedka hore ayay u taageersanaayeen Israa'il markii Israa'il dagaalka 7 Oktoobar sanadkii hore 2023kii uu bilowday waad ogeyd in ay tageen Israa'il oo garab istaageen Israa'il xasuuqa iyo dhibaatada ay ka geysanayso marinka qasa waxaa ku taageersan dhowr wadan oo qayb ka ama hub iyo agab hasiyaan ama diblomaasiyaan ha taageeraan reer galbeedka hadalkan ay u jeedinayaan Iran waxba kama soo qaadayso waxa kale ayada hoosta laga xariiqaya Iraantii 4 iyo 5 sano ka hor jirtay meesha ma joogto Iran cidii doonata
حنون وجيسان كرا أمريكان كسيدا أي خبرة ده هالقربات كودي جيان السجنة سيدا إيرانيين تهدر كودي جيان سسبتبل أيو وياه حنونك أو معنى ردو وياه حنون وجيسان كرا السجنة إن الحنوجين كرا أجو وها أيضا أنا ماشي كم غنين إن إيران أي دومتي أيضا حلفه ودوكتا دوان إن أي روش كلكل مين شينها إن هجيس في عنكرة حيو إن حوله بدن يلعب بدن أيهريزو مركي أكو بيرتب بريكس أو سليد بدن أي قدن أيزو ملتري جيلا مركي لقى جد بو إن أي جنتا الله يديار ده عن دولي ده هنا عصري على ده هاي حد ده وحيابها ورك وقصة أوروبية يا واحد هاي إيران هدي ربط النوكلير والسميسان كرتا لكن حراركي يفضودي أي ديدن فضوضة اللفتر كيدا إلا قلنا قنقر أي آيانتن ورباهنتا غير كيد قريسي وحانا موقتا ودمادا ريال قلبياتك غير أحان ودمادا للي هاي جي سبن هذا الكي وجيدني إيران وحبكو مغادا نيسو بركا وحوية وحا موقتا بقال كان إن حب جوجين ونكو إمان كرين سببتو حب جوجين تهوران وغشي جاوداش HBN وحا جيبك كويس تفريا شيدا ولك حماس حتى نوح الميدا حب جوجنتي إنا الرقم ما تيحي السنوار وعوية أيضا لقود دواغن أي فلسطينيين تا قرهان كويس كعابن تا وضع وحي كجران دوار فرا وي محمد عدبادو ما سنتا إذا وضياشو ريباسيهين